مرحبا بكم في اليوم السابع، نستعرض لكم ما اهتمت به الصحف على مدار أسبوع كامل لنناقش ونحلل آراء الكتاب في أبرز المواضيع والملفات. نستذكر سويا ما تصدر صفحات الصحف الصادرة لهذا الأسبوع. نبدأ من الشرق الأوسط والتي كشفت عن وثيقة الحكومة السورية في جنيف والتي تفتح النار على الجميع عدا روسيا وإيران. نيوزويك أكدت أن مقتل فخري زاد جزء من لعبة خطيرة للتفوق بين إيران وإسرائيل في الشرق الأوسط. العرب اللندنية أشارت إلى أن إسرائيل تحذر من هجمات إيرانية انتقامية ضد مواطنيها في الخارج. أرجمنتي أيفاكتي تساءلت استفزاز بلا رد، هل ستنتقم إيران لقتل عالمها النووي؟ العربي الجديد سلطت الضوء على أن أحداث الناصرية تدفع الصدر للحديث مبكرا عن تحالفه العقائدي. أحوال تركيا أشارت إلى العقوبات الأمريكية على تركيا خلال شهر. هذه كانت أبرز الملفات التي طويت بها صفحات الصحف الصادرة لهذا الأسبوع. يتبين كل يوم أكثر أن الملف الإيراني يحتاج إلى تفاهم أمريكي أوروبي جديد، حتى لو وجد في الماضي نوع من الخطوط العريضة لمثل هذا التفاهم. فمن اللافت أن الرئيس الأمريكي المنتخب حرص في حديث إلى CNN على مهاجمة دونالد ترامب بسبب تمزيقه الاتفاق في شأن الملف النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه صيف العام 2015، عندما كان باراك أوباما لا يزال في البيت الأبيض. اعتبر أن ما فعله سلفه قرب إيران من الحصول على السلاح النووي. يمكن لوجهة النظر هذه أن تكون صائبة، ولكن في حدود معينة. ففي اليوم ذاته الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي عن الخطأ الذي ارتكبه دونالد ترامب بتخليه عن الاتفاق، كانت تجري مراجعة أوروبية للموضوع من زاوية أكثر شمولا، وهي ليس كافيا أن يقول بايدن أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. هناك ما هو أبعد بكثير من هذا السلاح النووي، هناك السلوك الإيراني في المنطقة والعالم، وهناك الصواريخ البالستية التي بدأ الأوروبيون خصوصا في فرنسا وألمانيا يركزون عليها. فهل ستكون هناك متغيرات جذرية على صعيد هذا الملف؟ وكم ستكون مؤثرة على مستقبل الأنشطة الإيرانية في المنطقة في ظل سياسة العصا والجزر التي تديرها واشنطن؟ كونوا معنا. أدركت طهران أن موازين القوى ليست في صالحها، وسلمت بأن الرد أقرب إلى الانتحار وليس الانتقام، فقررت تجنبه حتى لو كان عدم الرد بمثابة الهزيمة. تواجه طهران معضلة الرد على اغتيال مهندس مشروعها النووي محسن فخري زادة، فهي أسيرة معادلة كبلتها بعد اغتيال مهندس النظام وحارسه قاسم سليماني. فمنذ اغتياله ومرورا بالضربات الموجعة لأهداف حيوية في إيران وسوريا والعراق وصولا إلى فخري زادة، أدركت طهران أن موازين القوى ليست في صالحها، وسلمت بأن الرد أقرب إلى الانتحار وليس الانتقام، فقررت تجنبه حتى لو كان عدم الرد بمثابة الهزيمة، فهي مستعدة لتقبلها كما تقبلت سابقا تجرع كأس السم، لأن أولوياتها في هذه المرحلة الأمريكية الانتقالية تخفيف فاتورة الخسائر وتجنب أي فعل انتحاري. ومع استبعاد العمل العسكري الإيراني الانتقامي خلال نهاية ولاية الرئيس ترامب، فإن الأرجح أن تلجأ طهران إلى تحدي واشنطن والمجتمع الدولي، خصوصا مجموعة 5+1 عبر الاتفاق النووي، حيث ستقوم حكومة حسن روحاني بتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الشورى في أول جلسة له بعد اغتيال محسن فخري زادة، وتقوم بتخليها الكامل عن التزاماتها النووية
من دون أن تعلن عن انسحابها من الاتفاق رسميا. معضلة طهران في صبرها الاستراتيجي أنها باتت مكشوفة في اكتفائها بإطلاق التهديدات وتجنبها الرد المباشر وربطه في المكان والزمان المناسبين، ما قد يدفع واشنطن ومن خلفها تل أبيب في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي ترامب إلى القيام بمزيد من الضربات. سيزداد قلق طهران من أن تخسر كل أوراقها التفاوضية التي يمكن أن تقايضها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، خصوصا أن الرئيس حسن روحاني الذي يراهن على مفاوضات بناءة مع إدارة بايدن قد ينجح في إقناع واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي مقابل تعديل بعض البنود في الاتفاق. المقايضة بين الطرفين صعبة، فطهران مقابل عودتها إلى الالتزامات النووية تطالب بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي وإلى رفع العقوبات، وهذا ما يبدو مستحيلا في ظل توازنات القوة والتغييرات التي قد تتركها إدارة ترامب في المنطقة قبل رحيلها والتي ستعقد عمل الإدارة الجديدة. ولنقاش أوسع أرحب بضيوفي الكرام، من القدس الكاتب والمحلل السياسي زايد الأيوبي، ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسان الزين. أهلا بكم ضيوفا أعزاء. لو بدأنا نقاش الليلة من عندكم الدكتور حسان، يعني تركة ثقيلة لبايدن من قبل ترامب خصوصا في الملف الإيراني، برأيكم وبحسب متابعتكم كيف سيتعامل معها راعي البيت الأبيض الجديد جو بايدن؟ السلام عليكم. أهلا بك جون بايدن. اولا لنرى ان اولا المشروع النووي الايراني لن ينتهي، لان هناك مؤسسات في الجمهوريه الاسلاميه وهي تتابع بشكل جدي منذ نشات هذا المشروع منذ الخمسينات عندما كان الملك بهلوي انذاك الصفوي، وتابع ذلك بعد وصول الامام الخميني الى الولايه الايرانيه الكامله وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران. بالنسبة للسياسة الإيرانية، هي لا تعتقد أن هناك فرق شاسع ما بين جون بايدن كديمقراطي وما بين ترامب كجمهوري، فيتعاطى مع الأمور بتعاطى المصلحة العليا للجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي لا يمكن التفريق في ما بين ترامب وبايدن من هذه الناحية، لأن المصلحة الإيرانية هي في استكمال المشروع النووي الإيراني السلمي، وإن كان بدأ ملاحظا في الأيام الأخيرة بأن هناك ممكن أن يكون مشروعا لامتلاك قنبلة نووية، وهذا ما عبر عنه القائد السيد علي الخامنئي بأنه لا يمكن امتلاك هذه القنبلة بسبب الحالة الفقهية والفقه الإسلامي الذي يتمتع به المذهب الشيعي هي على المستوى الأعلى في السلطة في الجمهورية الإسلامية. وبالتالي كيف تتعامل الجمهورية الإسلامية مع هذا الملف؟ أنا أريد أن أوجه الأنظار أن العدو الإسرائيلي هو يمارس عملية التفوق النوعي برأيه، وهذا يمكن البحث فيه جديا بأن ليس هناك تفوقا نوعيا الآن للعدو الإسرائيلي على جميع المستويات، رغم الخروقات في أماكن معينة في ارتيالات معينة. لذلك كان منذ أن كان هاجم المشروع النووي العراقي في عام 1981 بمفاعل تموز، وقتل العديد والعشرات من العلماء العراقيين والسوريين وغيرهم من المصريين والعرب على جميع الأحوال، في هذا المضمار يريد أن يكون هو متفوق على ذلك، وهو ذلك أعد مشروع منذ العام 2004 أو أكثر من ذلك منذ العام 1993 حينما نوه رابين إلى هذا المشروع النووي الإيراني، وانتبه بيل كلينتون آنذاك، وثم جدد شارون في ذلك وتبناه نتنياهو. إذن السياسة الإسرائيلية الداخلية هي والخارجية تسعى إلى التفوق النوعي للمشروع الإسرائيلي النووي الذي كان برعاية أوروبية وأمريكية وخاصة فرنسية. لذلك يمكن الانتباه بأن الأيام القادمة هي مهمة جدا للانتباه بالتوقيت الذي يقال عنه الإيران. طبعا قد يكون الاختراق أمني وهذا واضح جدا، وهذا تقدم نوعا ما للإسرائيلي، ولكن لا يمكن أن ننسى أن هناك اختراقات أمنية لمحور المقاومة وخاصة للإيراني في عدة مجالات على المستوى الأمني داخل العدو الإسرائيلي. وآخر اختراق قام به
ليلة البارحة حينما عرض أحد تلفزيونات محور المقاومة هو المنار الخروقات الأمنية التي طالت الطائرات المسيرة التي اكتشفت أثناء العملية التدريبية العسكرية الإسرائيلية هي السهام القاتل، واخترقت هذه الطائرة واكتشفت كثير من الصور وكشفت بعض الصور الذي أدت إلى نوع ما بأن هناك تقدما نوعيا، هو أكيد هناك تقدم نوعي لمحور المقاومة. طيب دكتور، يعني لو سمحت لي ننتقل إلى ضيفي الأستاذ زيد من القدس. أستاذ زيد، بداية مرحبا بك في حلقة هذه الليلة من اليوم السابع، ولكن بداية يعني كيف تتابعون ما يجري اليوم؟ يعني بايدن أمام تحدي تحجيم سلوك إيران الذي وصف بالعدواني بالطرق الدبلوماسية على العكس تماما مما قام به الرئيس الحالي منتهي الولاية دونالد ترامب. يعني تزيد نريد أن نسمع عفوا من حضرتك قراءتكم للمشهد القائم اليوم بين الجانبين، بين طهران وواشنطن، يعني في ظل قدوم بايدن إلى البيت الأبيض. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. أهلا بك. في الحقيقة يعني أنا لا أعتقد بأنه بايدن سيغير من سياسة ترامب تجاه نظام الملالي في طهران. بالأمس وضع شروطه للعودة إلى اتفاق 5+1، بأنه نظام الملالي يلتزم بكل ما هو مطلوب منه، تحديدا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وإلى آخره. ولكن على أرض الواقع هناك تقارير من منظمة الطاقة النووية تقول بأنه إيران يعني استغلت الأزمة مع ترامب لترفع من مستوى تخصيب اليورانيوم، وبالتالي هي الآن لديها حوالي 12 ضعف كمية اليورانيوم المخصب في الوقت الذي دخلت فيه إلى اتفاق 5+1. هذا يعني أنه تنظيم الملالي يهدد الأمن والسلم العالمي، وبالتالي أعتقد أنه بايدن سيسير على نهج ترامب وسيستمر في فرض المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية على تنظيم الملالي حتى يمتثل للقوانين الدولية، ويمتثل أيضا لكل ما له علاقة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتحديدا أنا بقول أنه أن تمتثل إيران لواجبها تجاه دول المنطقة والملاحة في مياه البحر الأحمر والخليج العربي، وعدم التدخل في شؤون الدول المحيطة لها. وبالتالي أنا في اعتقادي أنه بايدن لن يكون يعني هو المخلص لإيران، بل بالعكس سيكون حقيقة هو وبال فوق وبال على هذا النظام، نظام الملالي الذي ينتهك حقوق الإنسان، الذي يعدم المدنيين، الذي جوع شعبه، الذي يستخدم مقدرات شعبه لإثارة الفتن ولشراء الذمم في داخل الشرق الأوسط. طيب دكتور، يعني بالعودة إليك، يعني بايدن اعتبر أن ما فعله سلفه دونالد ترامب هو كان بمثابة يعني قرب إيران من الحصول على سلاح نووي، وحقيقة هذا ما أكدته منظمة حظر الأسلحة النووية، يعني بأن إيران اليوم تمتلك أكثر من 12 ضعف من اليورانيوم المخصب. يعني هذه حقيقة على أرض الواقع. اليوم إيران استغلت انسحاب دونالد ترامب وضاعفت من مجهودها النووي. برأيكم هل في هذه المعطيات ما مدى يعني إمكانية جلوس إيران على طاولة المفاوضات وأيضا توقيع اتفاق جديد في ظل هذا الكم الكبير من التقدم في الملف النووي لإيران؟ دكتور حسان، نعم، هل تسمعني؟ من عندك الصوت.
أسمعك نعم. طيب يعني بايدن اعتبر أن هل سمعت السؤال دكتور؟ لا لا طبعا. طيب بايدن اعتبر أن ما فعله سلفه قرب إيران أكثر من الحصول على يعني سلاح نووي، وهذه حقيقة منطقية على أرض الواقع. يبدو أن إيران اليوم تجاوزت كل الحواجز والضوابط بموجب اتفاق عام 2015، ويعني اليوم لديها أكثر من 12 ضعف من اليورانيوم المخصب حقيقة. يعني ما مدى في ظل هذه الظروف الراهنة إمكانية جلوس إيران على طاولة المفاوضات مجددا والتوقيع على اتفاق نووي جديد في عهد بايدن؟ أولا يجب الانتباه بأن الرئيس ترامب عندما خرج من كل الاتفاقات الدولية هو كان الخارج عن القوانين الدولية. أول شيء أن ترامب هو ترامب الخارج عن القوانين الدولية باعتراف الأمريكيين بحد ذاتهم، وبالتالي هو الذي خرج من الاتفاق النووي، وبالتالي يحق للإيراني أن يقول أن ليس هناك ضمانا واضحا أمام الإدارة الأمريكية، أي إدارة تأتي، بأن هناك تعود الاتفاق أو لا تعود. ثانيا بالنسبة للتخصيب الذي سيتفاعل وسيكثر وستكثر الكمية وحتى وصول إلى 20% حسب ما أعلن مجلس الشورى الإيراني، هو رد طبيعي جدا على ما تقوم به الولايات المتحدة. وأريد أن أقول بأن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تقود كل ذلك، ترامب هو جزء من هذه الدولة، يستطيع فعل أي شيء، ولكن يجب أن نحدد استراتيجية الرئيس ترامب في هذه الشهرين وفي الأشهر الماضية. نقول أن الرئيس ترامب حينما كاد استراتيجيته هو استراتيجية عدائية بالنسبة لشعوب المنطقة جميعها، للشعب الفلسطيني أولا ولشعوب الشرق الأوسط ثانية، وبالتالي هو عدو للجمهورية الإسلامية كما هو عدو للبنان، كما هو عدو لسوريا، كما هو عدو لفلسطين، فلا ولا يقيم وزنا أصلا بالأساس لأي دولة، حتى للمملكة العربية السعودية التي غذته ب 450 مليار دولار في أحد الصفقات. لذلك عندما ننظر إلى الرئيس ترامب ننظر إلى الرئيس ترامب وإلى جون بايدن بأنه المنقذ المخلص، ليس هناك منقذ، لأن هناك مصالح أمريكية واضحة في الشرق الأوسط. وأريد أن أوجه الاتجاه بأن استراتيجية الرئيس ترامب هو استراتيجية هادفة نحو الخروج من الاتفاقات الدولية، وبين مزدوجين بيزنس مان، هو رجل تجار يعني لا يتعاطى مع لا مع الإنسانية ولا مع المفاهيم الإنسانية ولا مع القيم الإنسانية في الأساس. الدولة العميقة هي تعتبر أن المشروع النووي، أي مشروع نووي في مصر، في لبنان، مطرح مكان، في سوريا، في إيران، هي مشروع خطير بالنسبة للعدو الإسرائيلي، وبالتالي ستحاربه. طيب طيب دكتور، دكتور فقط بهذه النقطة لو سمحت لي، يعني عذرا على المقاطعة، هناك اتجاهات لحروب جديدة. يعني طيب، مثلا عندما دكت بعد اغتيال الشهيد اللواء سليماني، حينما دكت الجمهورية الإسلامية عين الأسد، لم تستطع أي دولة في العالم بعد الحرب العالمية ذاك، فهذا الهيبة الإمبراطورية الأمريكية التي يعني يتوج لها ويتكلم عنها بأنها هي حاكمة العالم، يعني هذا انتهى بتعدد الأقطاب الموجود، والصيني والروسي وغيره، حتى التركي يتمرد عليها أحيانا. على جميع الأحوال هذه الاتجاهية بتعدد الأقطاب وما فعلته الجمهورية الإسلامية بعد اغتيال الشهيد سليماني حينما دكت عين الأسد، ويعني وشكر الرئيس ترامب أن لم بس يعني صداع على واهتزازات دماغية لهذه لجنوده. اثنين، ما يمكن أن يقال أن على الحدود اللبنانية، يعني التقدم لمحور المقاومة في هذا الموضوع يعطي إيجابيات بأنه ليس هناك تأخر، يعني مثل ما تفضل ضيفك الكريم بأن حكام الملالي وغيرهم هم يتراجعون، لا لن يتراجعوا في الإسلامية. طيب طيب دكتور، دكتور يعني عذرا على المقاطعة، ولكن فقط كي لا نتجاوز هذه النقطة إن كنت تسمعني بشكل جيد دكتور حسان، كل ما يعملوه في عمليات أذيفيم، هل تفعل إسرائيل معسكراته إلى نهاري؟ ما هذا يعني؟ هرب 7 كيلومتر، ماذا يعني؟ يعني أن هناك تحول في العقلية الإسرائيلية عندما يقول أننا نحن نخوض مغامرات من أجل الدفاع عن الجليل أو من أجل الجليل. دكتور هل تسمعني بشكل جيد دكتور؟ الإسرائيلية صار ليس أريد أن أوجه فقط بالنسبة يعني طبعا هناك إنجاز نقول على المستوى الأمني باغتيال الدكتور فخري زاد، ولكن لا تنسون أن هناك آية الله المسمى مايك، إن بعد اغتيال اللواء سليماني وقعت طائرته في أفغانستان وانتهى، ليس هذا اختراقا أمنيا؟ ألا تقول بأن هناك
بعض تجنيد الضباط الإسرائيليين وحتى وزراء، أليس هذا اختراقا أمنيا؟ طبعا الحرب سجال، بالنهاية هناك تقدم نوعا ما، هناك تقدم. إسرائيل لن تبقى لحظة واحدة في مكانها لولا الرعاية الأمريكية. أصلا إسرائيل هو معسكر أمريكي واضح. وأريد أن أقول بالنسبة لمجتمعاتنا، دعونا أن نخرج من وضعية أن الإيراني هو عدو لنا. الإيراني ليس عدو لنا، وليس عدو للسعودية، وليس عدو لأبناء المنطقة. دعونا أن نعيد أن نكون كيانا مسلما أو عربيا مسلما على مستوى لمحاربة هذا العدو الذي طيب دكتور فلسطين. طيب دكتور، ولكن يعني تجاوزنا النقطة المهمة. يعني اليوم امتلاك إيران السلاح النووي بحسب متابعتنا كصحفيين متابعين لهذا الشأن حقيقة، يعني اليوم امتلاك إيران لهذا السلاح النووي ماذا سيقدم لطهران سوى سباق تسلح جديد في المنطقة؟ يعني هناك السعودية ستريد الحصول على سلاح نووي، تركيا، مصر، يعني ماذا سيقدم على أرض الواقع غير أن هناك سباق تسلح سيفتح في منطقة الشرق الأوسط وندخل في صراعات لا نهائية؟ بالطبع أعودك إلى ما قامت به في أوبرا وقتها العدو الإسرائيلي حينما هاجم مفاعل تموز العراقي، وكان ذاك آنذاك النظام صدام حسين في ذلك الوقت. وعلى سبيل المفارقة طرحت بعض الصحف هذا الأمر، ويمكن إعادة طرحه حينما قاد الأمريكيون بالأمم المتحدة بالتعاون مقابل الغذاء ب 350 مليار دولار. من ضمن هذه الدفعات كانت 39 صاروخ الذي أوردهم والذي قصف بهم تل أبيب آنذاك النظام صدام حسين، ودفعت مقابلها مليارات الدولارات. الأمر الأول يجب أن يطالب في ذلك الوقت، كان هناك قانون 487 على ما أذكر، بأن هنا كانت الوكالة الدولية للطاقة في ذلك الوقت، لأن كان المشروع فرنسي للطاقة السليمة، للطاقة السلمية وليس لأي طاقة. ونددت آنذاك بأن يجب تفتيش إيش في السلاح النووي في المفاعل النووية في ديمومة وغيرها الإسرائيلي. الآن لم يفتش. إسرائيل تمتلك على ما أقل تقدير أنها 200 رأس نووي. هل يحق لإسرائيل أن تمتلك سلاحا نوويا؟ هل تحق لأمريكا التي قصفت ناكازاكي وهيروشيما أن يمتلك سلاحا نوويا؟ الإيراني يقول أنا لا أريد أن أمتلك سلاح نووي إن كان لدي القدرة على فعل ذلك بحسب ما هو في عملية الانصهار الذي يتبعها. ولكن هذا لا يستدعي أن الأمر يجب أن يتوجه إلى العدو الإسرائيلي أنه يمتلك سلاح ويعتدي عليه. يجب أن يتوجه الأمريكي الذي يمتلك سلاح نووي. بالطبع هذا التسلح الذي نريده. لذلك دعا الإيراني الرئيس حسن روحاني، دعا إلى ما يمكن مشاركة اتفاقية الأمن الجمعي في منطقة الشرق الأوسط. طيب دكتور، يعني وضحت الفكرة. لو سمحت لي أن أنتقل إلى ضيفي الأستاذ زيد، فقدنا الاتصال بك. أستاذ زيد، هل تسمعني بشكل جيد الآن؟ نعم صحيح. طيب أسمع. أستاذ زيد، يعني كنا نتحدث أنا وضيفي الدكتور حسان، يعني امتلاك السلاح النووي لإيران ما الذي سيقدمه على أرض الواقع؟ يعني إذا امتلكت إيران اليوم السلاح النووي، هناك مصر تريد امتلاك هذا السلاح، السعودية، حتى تركيا في المنطقة ستمتلك هذا السلاح وستدخل المنطقة بسباق تسلح نووي، يعني لن يقدم للمنطقة إلا الويلات بحسب بعض الكتاب والصحفيين، وسيخلق عواقب كارثية. كيف تنظر لهذه الزاوية من وجهة نظرك؟ يعني ابتداء المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إذا قررتا امتلاك القنبلة النووية سيمتلكانها ب 24 ساعة. ولكن هذا ليس طموح لدى السعودية وليس طموح لدى الإخوة المصريين. نحن نقول أنه نريد أن نخلص العالم من السلاح النووي الفتاك الذي يهدد البشرية جمعاء. لذلك نحن ضد امتلاك كيان الاحتلال الصهيوني قنبلة نووية، وضد امتلاك أي دولة على مستوى العالم مثل هذا السلاح. ولكن إصرار نظام الملالي في طهران على امتلاك القنبلة النووية ليس كما قال ضيفك بأنه لأنه يريد تحرير فلسطين أو يريد تحرير القدس أو إلى آخره. هو يريد بالمختصر المفيد أن يضمن التفوق النوعي على المنطقة العربية كي يبتلع المنطقة العربية ويسيطر على منطقة الشرق الأوسط بالاتفاق مع الإسرائيليين. فهو يعني الآن يتحدث بلغة العداء لإسرائيل، ولكن لتحت الطاولة كله يعني محبة وصحبة
تقبيل من تحت الطاولة، وهذا كله احنا كشفينه وعارفينه يا رجل. يعني رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي مش هيك تساب يهودي وإيراني أيضا، شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي إيراني، جابي أشكنازي اللي هو الآن وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي أيضا هو إيراني. وبالتالي إيران وتنظيم الملالي الحالي ليس لديه أي مشكلة مع الاحتلال، وإلا كيف يصل يعني رعاية الدولة الإيرانية لأن يكونوا في أعلى الرتب لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي لولا هذه الثقة والطمأنينة من تنظيم الملالي؟ كان ما بيوصل أولادهم لأنهم بيقودوا كيان الاحتلال الإسرائيلي اللي بيذبح الشعب الفلسطيني وبيذبح اللبنانيين وبيذبح الأمة العربية. وبالتالي قصة أنه نحن بدنا نهاجم إسرائيل وبدنا نحرر فلسطين هذا فيلم هندي بطل ينطلع على حدا. وأنا بنصح كل الذين يصوتون لنظام الملالي أن يتخلوا عن هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة أصبحت سبب من أسباب مقتل التوجه الإيراني في المنطقة. إنه الناس بطلت تصدق لا حسن نصر الله ولا الحوثي ولا أي حدا من كراكيب إيران اللي بيسوقوا لهم إلى آخره. وبالتالي أنا أنصحهم بأن يحاولوا أن يعيدوا الثقة مع الأمة العربية وأن يحصلوا على محبة الأمة العربية بطريق آخر غير التجارة بفلسطين والتجارة بالقدس والتجارة بآلام الشعب الفلسطيني. نحن كفلسطينيين بنعرف من هو عدونا وبنعرف من هو الذي يساندنا وبنعرف من هو الذي يقف إلى جانبنا. إيران عندما قررت أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقفت مع حماس التي قتلت 1200 فلسطيني في العام 2007 في الانقلاب، قتلت 1200 بالسلاح الإيراني اللي هي بتقول عنه سلاح مقاومة وسلاح ممانعة وسلاح ما بعرف مين. وبالتالي إيران لا تساعد الشعب الفلسطيني. إيران بالمختصر مفيد شقت الشعب الفلسطيني وسلحت ميليشيا هدفها القضاء على القرار الوطني المستقل للشعب الفلسطيني وإلحاق القضية الفلسطينية بميليشيات هنا وهناك مثل حماس وحزب الله وغيره اللي هدفهم في نهاية المطاف تدمير الأمة العربية وليس تحرير فلسطين. ها هو حسن نصر الله يقف على حدود كيان الاحتلال الإسرائيلي يتفضل يضرب. هاي حماس موجودة تسيطر الآن على نحن ابتعدنا قليلا أستاذ زيد عن محور نقاشنا. يعني اليوم إذا ما امتلكت أستاذ زيد إن كنت تسمعني عذرا على المقاطعة وقصة إنه أنتم بدكم تحرروا فلسطين هذه كذبة كبيرة. طيب أستاذ زيد نقدر نسمعها. طيب أستاذ زيد ابتعدنا عن النقطة الجوهرية في نقاشنا لهذه الليلة. يعني اليوم نحن نتحدث ولا تتاجروا بالقدس. طيب اليوم نحن نتحدث عن امتلاك إيران السلاح النووي، ما العواقب أو ما الصفات الإيجابية دعنا نسميها التي ستقدمها للمنطقة؟ السؤال لي أستاذ زيد. أنا ما سمعت السؤال أخي. طيب كمان يعني كنا نتحدث عن امتلاك، في حال امتلكت إيران السلاح النووي ما العواقب أو ما الجوانب الإيجابية التي ستقدمها للمنطقة؟ يعني أنا بدي أسألك سؤال. لما بخطأ فني نظام الملالي بيسقط طائرة أوكرانية، تخيل لو كانت تمتلك هذه الدولة المارقة على القانون وعلى الإنسانية القنبلة النووية وأخطأت خطأ فنيا مثل هذا. هذه دولة غير راشدة ودولة غير مسؤولة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل أن تمتلك مثل هذه العصابة التي تحكم الإيرانيين اليوم. طيب. مثل هذه القنبلة لأنها حقيقة تهدد أمن المنطقة وتهدد السلم والأمن الدوليين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل أن تكون القنبلة النووية بيد عصابات وبيد ناس. طيب وضحت الفكرة أستاذ زيد، وضحت الفكرة. يعني ضيوفي الكرام نقاشنا مستمر، ولكن بعد أن نتابع المقال التالي ومن ثم نعود. عقود طويلة من التطفل على دول المنطقة والعالم دائب عليها النظام الثيوقراطي في إيران،
كانت اللعب العنيف البارز على مسرح الأحداث. كان من الصعب محاولة الاستخفاف بتأثير إيران على رسم الأحداث وتحديد مصائر دول عجزت عن مقاومتها. نقطة التحول الكبيرة التي غيرت اتجاه الريح عكس ما تهوى طهران كانت تمزيق الاتفاق النووي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لم تتوقف إدارة ترامب عند هذا الحد ونفذت أهم عملية زلزلت هيبة النظام من خلال اغتيال الجنرال قاسم سليماني. وسليماني لم يكن عسكرياً ذكياً ومخططاً بارعاً لجماعته فقط، بل كان المرشد الأعلى في العراق وسوريا بكل ما تعنيه هذه المكانة من نفوذ وسطوة وتأثير. إيران بدورها أعطت رد فعل مقابل من خلال مخالفات مرصودة في برنامجها النووي وبرنامج تطوير الصواريخ البالستية، وهذا ما فرض سلاحاً آخر في المعركة ضدها من خلال اقتناص كبار علمائها في الفيزياء النووية. تصفية خبراء السلاح أياً كان مجال تصنيفهم أمر ليس جديداً في مواجهة كسر العظام، ولم يكن اغتيال إسرائيل للعالم الإيراني محسن فخري زادة هو السبق الأول، لكن ينطبق عليه ما ينطبق على سليماني بأنه الرجل الرمز والأب الروحي للنشاط الذي ترفعه إيران في وجه العالم. وما تسبب في الإحراج لاستخبارات الحرس الثوري أن فخريزادة لم تتم تصفيته بصاروخ عن بعد، كادت عملية الاغتيال أن تفشل لأن سيارته لم تنفجر، ما دعا فريق المهمة إلى سحب فخري خارج السيارة والإجهاز عليه بالسلاح، ثم اختفى الفريق خلال دقائق. هذا لم يحصل في الصومال أو اليمن أو نيجيريا، بل في إيران التي تفاخر بقوة أجهزتها الاستخباراتية. إيران لم تخسر عالماً جباراً مثل فخري فقط، بل خسرت هيبتها وعلى أرضها رموز النظام يتساقطون في ظل عجز الحرس الثوري الذين يمنون أنفسهم بأن جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب سيكون أكثر مرونة معهم كما كان زميله باراك أوباما. دكتور حسان، يعني بالعودة إليك، الكاتب والصحفي الأمريكي توماس فريدمان يعني وفي مقال حديث له لفت إلى ما هو على المحك حقيقة، يعني أن مع إيران وما انتبه عليه الأوروبيون وعلى عكس بايدن لم يعولوا كثيرا على امتلاك إيران السلاح النووي، بل عولوا وشددوا على الصواريخ البالستية، الطائرات المسيرة، هذه الترسانة العسكرية الإيرانية حديثا، وإمكانية أن يشمل أي اتفاق جديد مع طهران ضوابط لهذه الأسلحة. بداية، يعني هل من الممكن أن تجلس إيران على طاولة يكون بها الاتفاق يشمل أو يكون فيه ضوابط لأسلحتها النوعية كالصواريخ البالستية كالطائرات المسيرة؟ دعنا نتحدث أن الفترة المتبقية للرئيس ترامب المخلوع من قبل الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قام مجموعة من الأطباء باتهام بأنه غير صالح، حتى رئيسة الكونغرس اتهمته بذلك بأنه غير صالح، فكيف يعني هذا الرجل عقلا يمتلك الزر النووي؟ على جميع الأحوال هذه الفترة المتبقية هي فترة مهمة جدا بالنسبة للإيراني وبالنسبة للأمريكي وبالنسبة للعدو الصهيوني. لماذا هذه الفترة المهمة؟ أولا خلينا نقول أن ما يقوم فيه ترامب هو ليس فقط من نفسه، إنما هو مشروع من الدولة العميقة التي هي بالعكس المحللين الذين يقولون هي وضع العربة مقابل الحصان جون بايدن. لا، بالعكس هي ستساعده، وبالتالي تقرير فريدمان توماس فريدمان مهم جدا بالنسبة، هو الذي قال في أحد مقالاته بأن الحرب الأهلية على أبواب واشنطن على كل حال، وبالتالي هو يعني يعطي صورة على اتجاهين مهمين بالنسبة لجون بايدن في التوجه الداخلي الذي سيكون اتجاه جون بايدن مهم جدا بالنسبة للداخل الأمريكي، وفي الخارج على جميع الأحوال هذه الإشارة مهمة جدا الذي قام بها توماس فريدمان، وبالتالي الإيراني يفهم هذه النقطة بأن ما يقوم به الآن ترامب بالدفع نحو الاغتيالات والدفع نحو المنطقة إلى حرب في المنطقة هو يخدم جون بايدن لتحسين شروطه، وبالتالي هو سيبدأ من حيث انتهى ترامب، وليس
سيبدأ بالرجوع للاتفاق النووي كما يظن البعض. حتى هناك ملاقات بالنسبة للإيراني، وأريد أن أقول لك أن نحن على أعتاب الانتخابات الإيرانية الذي ستؤدي مما لا شك فيه إلى أن المحافظين بين مزدوجين، يعني أن رفاق سليماني سيستلمون الرئاسة، وبالتالي لا أتصور أن هناك مفاوضات على ما بين الأمريكي والإيراني سهلة جدا، لأن الأمريكي هو يضع أمن إسرائيل في أولويات المنطقة، لا يضع لا أمن المملكة السعودية ولا أمن الخليج ولا أمن الكويت ولا أمن لبنان ولا أمن أي دولة، ولا ينظر إلى الفلسطينيين بأي منظار. جون بايدن رغم كل ذلك سيدعو ويقول بأننا لدينا مشكلة في الأمن الإسرائيلي، في الوجود الإسرائيلي الآن، هي الأسلحة الذكية، هي الصواريخ الذكية، اثنين هي الطائرات الذكية، وبالتالي سيبدأ من هنا، ولذلك هو تراه يتعاطى مع الأوروبي، وبالتالي التصريحات الإيرانية باتجاه الأوروبيين بأنهم ليسوا صادقون سيؤدي ذلك بأن شروطهم، لذلك الإيراني يرفع شروطه من المنطق السليم من ناحية المفاوضات. عجبني أم لا يعجبني، عجبك أم لم يعجبك، الإيراني يحاول أو رفع المفاوضات على المستوى السياسي أولا، وستجد بأن الإيراني سيضرب وسيرد الرد، يعني الرد طبيعي جدا، وسيكون يعني كل يعني الإسرائيلي حينما حذروا الآن من الإذاعة الإسرائيلية بالنسبة لعلماء ديمونة مثلا، بالنسبة للخارج، على كل حال الإيراني من المستبعد أن يرد في الخارج، سيرد في عمق الكيان الاحتلال الإسرائيلي، في عمق هذا الكيان، ولا أستبعد أن يكون في الوقت الضائع. وبالتالي ما هو الوقت الضائع بالنسبة للمحللين؟ سأقول لك أن ترامب هو لن يسلم بشكل سلمي لجون بايدن، هذا أحد الاحتمالات بأنه لن يعترف به سلميا، رغم أنه هو خلع من منصبه وهو يؤدي الدور الأولي بالنسبة للصهيونية العالمية ولإسرائيل، يخدم إسرائيل أكثر مما خدمها أي رئيس، فكيف نحن نروج لهذا؟ وهو وبالتالي فلسطين ليس ملكا للفلسطينيين، طيب، ولا ملكا، هي ملك للعقل العربي والإسلامي الذي سيدافع عنها، نعم سيدافع عنها، وإسرائيل ستنتهي، وتأكد من ذلك، ولا الثقة لكل إنسان في هذا العالم بأن إسرائيل ستنتهي، هم يقولون عن ذلك انتهاء إسرائيل، وليس طيب، فقط الشعوب العربية المظلومة، نعم. لذلك الاحتمالات الأساسية فقط، الاحتمالات الأساسية هي الوقت الضائع. أين هو الوقت المناسب الذي يتحدث عنه الإيراني؟ يقول بأن هناك ردا ذكيا، ما هو هذا الرد الذكي؟ يقول السيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بأن هناك ردا حاسم، ما هو الرد الحاسم؟ هذا كله، هؤلاء لا يكذبون، ليس هما مثل العرب، بعض العرب عفوا يكذبون ولا ينفذون ما يقولون، رغم كل الجدل اللي نحن نقوله، ولا يعجبنا أحيانا السياسة الإيرانية في بعض الأماكن، نحن نطالب كما يطالب الآخرين بنزع هذا السلاح النووي من جميع الأرض، وليس فقط من، وأهمها نزع السلاح من أيدي الذين لا يقيمون للطفل الفلسطيني ولا الطفل العربي. إذن أريد أن أقول أن الوقت الضائع قد يقارب تسليم ترامب إلى نتنياهو، هذين اليومين الأخيرين قد يكونون المهم، فلا يستطيع ترامب شن الحرب، ولا يستطيع بايدن البدء فيها بحرب شاملة. طيب، فقط كسبا للوقت لو سمحت لي دكتور حسان، ننتقل إلى ضيفي الأستاذ زيد. أستاذ زيد، يعني تابعنا مقالة الكاتبة أمل عبد العزيز الهزائي تشير إلى تساقط رموز النظام الإيراني، هل هذا كان بمثابة سياسة كسر غضم لربما لطهران لإجبارها على الجلوس في طاولة مفاوضات تملي شروطها واشنطن والاتحاد الأوروبي على طهران؟ يعني ابتداء لا شك أنه ما قالته الست أمل هزاني كلام مهم جدا، وأنا حقيقة أؤيدها فيه، وتحديدا على مستوى المخاسر الإيرانية التي سببها سياسات إيران تجاه العالم. يعني نحن مش مع الاغتيالات، ولكن أيضا تنظيم الملالي في طهران يجب أن يبتعد عن السياسات التي تلحق ضررا برعاياه. نقول أنه سليماني كعسكري من الممكن تعويضه بعسكري آخر، لكن هل من الممكن تعويض العقول العلمية والعلماء مثل محسن زادة؟ أنا في اعتقادي أنه إيران هي التي تتحمل مسؤولية استهداف أي جهة في الدنيا لرعاياها، وبالتالي عليها أن تغير من سياساتها تجاه المنطقة وتجاه الشرق الأوسط
تجاه العالم. أيضا عليها أن تبتعد كما يقول ضيفك عن فكرة أنه سترد إيران والرد الذكي والرد الكذا، هذا كلام فارغ، ما مش حيرده. الإسرائيلي رتع في الإيرانيين في سوريا وفي العراق، وما شفنا رد ولا شفنا. وحتى سليماني قديش هو مهم بالنسبة للإيرانيين، لم نسمع أي رد عليه ولن يكون هناك رد. نظام الملالي أهمل بكثير من أن يرد على كيان الاحتلال الإسرائيلي. طيب. إذا كان يريد أن يرد فيرد من خلال قتل أطفال العراق وقتل أطفال الأحواز وقتل أطفال في سوريا وفي لبنان وغيره. هذا هو الشاطر في نظام الملالي. طيب. أما أن يرد على كيان الاحتلال الإسرائيلي، يعني أعتقد أنه هذا الرجل يتحدث عن أمور طبوية بعيدة تماما عن المنطق. نحن نعرف نظام الملالي ونعرف أدواته في المنطقة، أدوات مرتزقة يتمرجلون فقط على العرب وعلى الأطفال وعلى النساء. أما الاحتلال الإسرائيلي فأنا بقول لك يعني، فطالما هددوهم الإيرانيين فليبشروا بالأمن والأمان. لا يمكن أن يكون هناك رد، وعلى إيران أن تبتعد عن التجارة بالقضية الفلسطينية. اللي بده يحرر فلسطين بدل ما يقول الموت لإسرائيل يتفضل الطريق مفتوحة. عندما تتحرر من خلال خمينئي وجماعة الخميني وبهاليل الملالي، نحن سنرفع هؤلاء على أكتافنا. طيب. ولكن دكتور حسن، لو سمحت لي أستاذ زيد، فقط بالطريقة هاي وقال العدو الصهيوني والعدو الكذا، وبدك تخترع عدو لإلك من شان يعني تبرر جرائمك بحق الأمة العربية، فأنا بعتقد أنه هذه الصوانة مشروخة وما عادت تنطلي على أهل. وضحت الفكرة أستاذ زيد، لو سمحت لي يعني الصامن في مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي. طيب. بدعم ومساندة من الأمة العربية والإسلامية الوفية للقدس، وليس بعض الذين يدعون أنهم مسلمين ويريدون أن يمزقوا ويفتتوا الوطن العربي ويحرضون على ضرب مكة وبلاد الحرمين على أيدي الإرهابي الحوثي. طيب أستاذ زيد، أستاذ دكتور حسان، يعني لو سمحت بدقيقة تعقيب أخير من عندك. أولا سيكون هناك ردا إيرانيا واضحا، والمفهوم الأمة العربية، اليمنيون هم عرب، اللبنانيون هم عرب، هذه المتاجرة بمصطلحات الأمة العربية وغيرها لا نريدها. فلسطين ستتحرر على أيدي المؤمنين. طبعا الفلسطينيون هم الركن الأساسي فيه، وتحية إلى الشعب الفلسطيني الذي يقاوم، وتحية إلى الشهداء والأسرى الذين يقاومون في فلسطين، لأنهم الرد الحقيقي الطبيعي. الرد الإيراني يأتي أم لم يأتي، ولكن فلسطين ستبقى صامدة والقدس ستتحرر، ولا شك أنه قادم لا محالة. طيب أستاذ زيد، يعني برأيك هل سيتمكن بايدن من إجلاس النظام الإيراني على طاولة المفاوضات بمقاسات أمريكية بعجالة؟ أنا بعتقد أنه بأقل من دقيقة. يعني أنا بعتقد أنه بايدن سينتهج نهج أقصى بكثير من النهج الذي انتهجه الرئيس ترامب، لأنه هذا الأمر يتعلق بالأمن والسلم الدوليين. وأنا في اعتقادي أنه استمرار نظام الإرهاب في إيران، نظام الملالي بسياساته، سيلحق ضررا حقيقيا بمصالحه الاقتصادية وبمستقبل إيران. لذلك عليه أن يحترم القانون الدولي ويحترم الأمن والسلم الدوليين ويتراجع إلى الخلف خطوة حتى يصبح مقبولا للمجتمع. وضحت الفكرة. أنا أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام على كل هذه الآراء والتحليلات، من القدس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زيد الأيوبي، ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسان الزين. إذن مشاهدينا، نصل وإياكم إلى ختام اليوم السابع. أشكر لكم طيبة وكرم المتابعة، ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم tv.net لتكونوا أحد المشاركين بآرائكم. إلى اللقاء.